سعد بيه، سعد بيه. ايه في ايه؟ مصيبة يا سعد بيه. مصيبة ايه؟ فرقوقة اتقتل. بتقول ايه؟ في واحد رماه من الدور الـ15 يا سعد بيه. يا نهار اسود. الدور الـ15؟ يعني الدور على ايه؟ تليفون فين؟ اهو جنبك يا سعد بيه. انا حياتي في خطر. لازم ابلغ البوليس. خلي بالكم محدش يدخل الفيلا، اي غريب اضربوه بالنار. انت مين؟ ما تخافش. مباحث. عرفنا ان حياتك في خطر فجايين نحميك. هو في ايه بالظبط؟ في واحد خرج من السجن وجاي يقتلك، اسمه جابر. جابر؟ جابر الونش. جابر الونش؟ ايوه جابر الونش. ده مجرم كبير، مجرم خطير. قتل مراته قبل كده. لازم تقبضوا عليه، لازم تعدموه. لسه بعد السنين دي كلها مصر انه مجرم. وقتلت مراتي يا قرش. جابر! جابر! انا مش قلتلك اني هلبسك الحديد في ايديك وهقتلك؟ شفت ان جابر هو ما اتغيرش، بيحترم كلمته مهما طالت السنين. ارمي المسدس، ارمي المسدس. ما توديش نفسك في داهية يا جابر. داهية أكتر من اللي كنت فيها 25 سنة. أرجوك يا جابر، أرجوك ارحمني. شوف يا أخي، نفس الكلمة قالها نزيه وبرقوقة قبل ما يشوفوا الموت بعينيهم، وأكيد سالم بيها يقولها قبل ما يحصلكم. ارحمني. أرحمك. وانتوا ليه ما رحمتوش مراتي قبل ما تغتصبوها؟ ليه ما رحمتوهاش قبل ما ترموها من فوق السطوح؟ ليه ما رحمتوش ابن الطفل وانتوا حاطين السكينة على رقبته؟ هتعمل ايه يا جابر؟ مش هقتلك بالساهل يا أوصي. اقلع. دعم. اقلع هدومك كلها. حد
حاضر. حد فيكم يعرف الراجل يتبع تحتك انت وهو؟ مين؟ نقيب مرسي ابراهيم مباحث. نزلوا السلاح ده. الغوصي اللي موجود؟ موجود فوق. قول له ظابط المباحث عايزك. حاضر يا بيه. من فوق يالا. تعرفوا الواد ده؟ شغال معانا. ايه اللي جرالك يا توخي؟ جرس الباب ضرب. فتحت اشوف مين. لقيت واحد طبق على نفس المنديل. مدريتش باللي حصل لي بعد كده. اكيد حد دخل البيت. الحق يا رجاله، اوضه النوم مقفوله من جوه والبيه ما بيردش. ورايا. اي حد هيفتح الباب هيتبعك. افتحولك. انت اللي كنت في المقابر صح؟ انت اللي كنت هناك مظبوط. انت مين؟ انا الزمن يا ابني. رجعت من سجني عشان اكمل دوري في الحياة. خليك مكانك، لا يكون فيك حاجة مكسورة. انا هقوم اطلب لك الاسعاف عشان يقولك حالا. ولما قلبك فيه رحمه بالشكل ده ليه بتعمل كل الجرائم دي؟ حساب قديم بصفيه عشان ارضي ناس ماتت، وكمان عشان اريح قلبي قبل ما اموت. انا عرفت من الجرايد ان القضيه معاك. صدقني يعز عليا ان اول قضيه ما تنجحش فيها أكون أنا السبب. بس هانت، فاضل واحد وتخلص مهمتي.
خلي بالك من نفسك وربنا معك. عارف لو كانت الطلقة دي أصابتني كنت هتفضل تبكي وتحزن كل الأيام اللي باقية من عمرك. أنا مش عارف بضعف معاك ليه. بعدين هتعرف. عشان تقبض عليه او تقتله، وبالرغم من كده لما لقاك في ازمه رجع وعرض حياته للخطر علشان ينقذك. هو ده اللي حصل يا فندم. انسان غريب في قوه وشراسه وفي نفس الوقت في احساس تاني مش قادر افهمه. لازم نعرف هو مين والشخص اللي لسه حياته مهدده ده يبقى مين. دي الساعات اللي افرج عنهم اخيرا. متشكر يا فندم. هو ده يا فندم. تعرف ان في شبه كبير جدا منك يا مرسي. يا فندم انت كده هتلبسني قضيه. قصدي اقول يعني علشان الشبه الكبير ده يمكن بيحبك وانقذ حياتك. هنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ عموما اطلع انت على المكتب وانا هروح حفظ القضايا اطلع على قضيته. يمكن منها نعرف اسم الشخص اللي قال لك انه عايز يقتله. مؤاخذة يا دكتورة. نعم. أنا الشيخ عبد ربه إمام المسجد اللي على الإمة. أي خدمة؟ مراتي تعبانة أوي وأرجوكي تيجي تشوفيها. أيوة بس معلش أصلها ست كبيرة وما أقدرش أنقلها. والبيت قريب من هنا. وانا تحت امرك في كل طلباتك. انا ما قصدتش الفلوس بس على العموم اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انت الشافي يا رب. انت العافي يا رب.